أو أنتم شوفوا رأسكم بالسيارات الفاخرة بالفيلات آخر مكان في الدنيا، حتى الناس اللي كان دعمهم باش يطلعوا الكراسي باش يكونوا في البرلمان أو يكونوا في رؤساء جماعة أو يكونوا كيف ما بغوا يكونوا، تلقاهم أكبر خونة وأكبر ظالمين لهذا الشعب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أنتم مزيان؟ مهم، معكم أخوكم عبد العالي المجاهدي، معتقل سابق في ما يسمى بالسلفية الجهادية، والآن رئيس التنسيقية المغربية للدفاع عن المعتقلين لا الإسلاميين ولا الحق العام. طيب، كنحيي الجريدة الإلكترونية ديال ريحانة بريس على هالدعم ديالها القوي لكل الناس اللي كيبغوا يتكلموا كلمة الحق. ومن طبيعة الحال كلمة الحق ما هي؟ هي أنني غنوصل واحد الرسالة اللي بصح تيخصها توصل. لو أن عندي قناة في اليوتيوب وهذه القناة باسم عبد العالي المجاهدي وكنتكلم بكل حرية وبكل قوة باش توصل دائما الرسالة الحق للمسؤولين الشرفاء ديال هذه البلاد، لكن فضلت أنني نتكلم في ريحانة بريس لأن عارف ريحانة بريس جريدة طيبة وجريدة الله يعمرها سلعة كما تقولوا هكا بالدارجة المغربية. المهم، الرسالة ديالي هي على هذه المشاكل اللي وقع وهو حدث اليوم. ما هو حدث اليوم؟ من طبيعة الحال المشاكل اللي واقعة وخاصة أبناء هذا الشعب والعوائل ديال هذا الشعب، وخاصة المصيبة والكارثة والطامة الكبرى اللي وقعت في مدينة الدار البيضاء. هذا الشيء اللي كنشوفه والله عيب 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 عيب. علاش عيب؟ من طبيعة الحال شنا مثلا يعني فين راهم التدخل؟ فين راه البومبية؟ فين راهم الناس اللي كنصوتوا عليهم؟ فين راهم المسؤولين ديال البلاد باش ما يوقفوش موقف جدي مع ابناء هذا الوطن، مع الناس الطيبين؟ الان الناس كتعيش حاله خطيره جدا. اولا الوباء، ثاني شيء هو الان الحمد لله ربي كرمنا بهذا الشتاء، ربي كرمنا بهذا المطر، ربي غاتنا وكرم هذا الشعب الكريم الطيب اللي غادي بالنيه ديالو زوينه، وهذا الشعب الفقير. فمن طبيعة الحال خصنا نلقاو حتى المسؤولين في الجنب ديالنا، حتى الناس اللي كنصوتوا عليهم نلقاوهم في الجنب ديالنا، حتى الناس اللي كندعمهم باش يطلعوا للكراسي باش يكونوا في البرلمان او يكونوا في رؤساء جماعة او يكونوا كيف ما بغوا يكونوا، فمن طبيعة الحال تلقاوهم اكبر خونة واكبر ظالمين لهذا الشعب الكريم اللي الله سبحانه وتعالى خلقوا بكرامة وخلقوا باش يكون عايش معزز مكرم. أرانا كنتفاجئوا ملي كتوقع شي كارثة مثل هاد الكوارث ديال الفيضانات، مثل هاد الكوارث ديال هاد الأمراض، مثل كثير من المشاكل اللي كتوقع عندنا في البلاد. فكنشوفوا بعض المسؤولين اللي كيتبرعوا وكيهربوا، يعني هذا أمر خطير جدا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يكفينا الشر ديالهم وباش يعني يكرمنا من الفضل ديالو ويغنينا من الفضل ديالو، ما نعطلوا على حتى شي مسؤول وما نوليو نصوتوا على حتى شي مرشح من المرشحين الخونة ديال هذا الوطن اللي كيفكروا إلا في المال، إلا في الدينار، إلا في كما قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. يعني الإنسان أنه يفكر إلا في المال، يفكر إلا في الأهل دياله، ويفكر إلا في الأولاد دياله، ما تفكرش في هذا الشعب. الآن تنشوف هذا المنكر وهذا الظلم اللي كيعيشه الناس في الدار البيضاء أو في المدن المغربية ديال الفيضانات، وحتى المنازل اللي كتنهار وكتهبط. سبحان الله، فين راهم المسؤولين؟ ناعسين؟ فين راهم المسؤولين؟ فايقين؟ فين راهم المسؤولين؟ الله تعالى أعلم. هذا أمر خطير، وهذه الرسالة ديالي اللي بغيت نوصل للمسؤولين الشرفاء الغيورين على هذا الوطن الطيب، على هذا الوطن الكريم، باش أنهم خصهم يوقفوا وقفة رجل واحد ضد هذه الخونة اللي كيديروا الشطط في العمل ديالهم، وخاصة لمؤدي القسم على أنهم خصهم يعملوا بكل جهد
ويعملوا بكل يعني بكل بطريقه ديال الرجال من اجل هذا الوطن. فكان تفاجئوا بهم ما مسوقينش لولاد الشعب، ما مسوقينش للفقراء، وانتم ما كتشوفوا اكثر من هذا الشيء هذا سبحان الله. والله شي تصاور وشي فيديوهات في فيسبوك، والله لا ما كذبش عليكم قافيه الحال بزاف. وهذا الشيء علاش انا اصلا بغيت نتكلم وندير هذا الفيديو مع ريحانه بريس. شفت بعض اللقطات اللي بعض الناس اللي مرض نفسي يعني حماق كما تنقولوا هكا، كينعسوا في طرويات ديال الزبل داك ديال البلديه، تيحطوهم وكيتخبعوا فيهم من الشتا وفزقانين وخانزين مساكن وما لاقين ما ياكلوا، ما لاقين ما يشربوا. اين انتم يا جمعيات حقوق الانسان او كيف ما كانت تنسيقيات او جمعيات الذين يدافعون عن ابناء الوطن؟ اين انتم؟ شبعتوا فلوس؟ يعني خصكم تبانوا الان، خصكم تشوفوا الجمعيات اللي كتدافع على المعتقلين او اللي كتدافع على المواطنين او اللي كتدافع على الفقراء او اللي كتدافع على المساكين. فين راكم؟ اين هو العمل ديالكم اللي خصكم تقوموا به الان؟ اين هي الجديه ديالكم اللي خصكم تبينوها امام الشعب المغربي؟ فين راها؟ الا كان ملك البلاد حفظه الله انه تخدم بكل جديه وبكل قوه، في اين هم البرلمانيين اللي كنصوتوا عليهم؟ اين هم رؤساء الجماعه اللي كنهزهم على كتافنا ونصوتوا عليهم كذلك؟ اين هم حقوق الانسان؟ سبحان الله، كل شيء مخبع، كل شيء شبع فلوس، او لا الشتا مزيانه لكم غير انتوما ومزيانه للفقراء اللي تهدم ليه الدار ديالو اللي يقلب، واللي مسكين ما يلقى ما ياكل اللي يقلب، واللي ما يلقى ما يلبس اللي يقلب، واللي ما يلقى ما يشرب اللي يقلب. يا وانتوما شوفوا راسكم بالسيارات الفاخره بالفيلات اخر ما كان في الدنيا كتعيشوا به، والمساكن اللي يقلب. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم على هذا الظلم وعلى هاد الدمار اللي يعني اللي كديروه لابناء هاد الشعب والعوائل ديال هاد الشعب الكريم. فخدموا بكل جديه، فخدموا ان حسبونا احنا عائلاتكم، وحسبونا احنا ولادكم، وحسبونا احنا خوتكم. ما تفكرش في المال، الدنيا راه دايزه كما قال عليه الصلاه والسلام، الدنيا ملعونه وملعون كل ما فيها إلا ذكر الله، إلا الناس اللي كيذكروا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكروا في القدرة الإلهية، ذكروا في القوة الإلهية، ذكروا في الرحمة ديال الله، ذكروا الجنة، تذكروا النار. ما تفكروش غير في الاموال، ما تفكروش غير في الفيلات، ما تفكروش غير ما راه والله حتى غتحاسبوا عند رب العالمين، عند مالك الملوك، غتحاسبوا حساب شديد على هذا الشعب اللي دمرتوه، اللي كثرتوا فيه البطاله، اللي خليتوا لهذا الشعب ما تلقاو فين يخدموا، اللي خليتوا الارملات ما لاقين فين يمشيو، اللي خليتوا الرجال بالرجل ديالهم تيبكيو. فحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى نعم علينا بالأمن ونعم علينا بالأمان والسلم والسلام، وانتم شنو باغين؟ واش محرضينكم بعض المرتزقة او بعض المنظمات الظالمة اللي بغى الفتنة للبلاد للمغرب ديالنا؟ فكونوا على يقين، نحن تحت شعار واحد أبناء الشعب، وهو نجمة خضراء راية حمراء، ومن طبيعة الحال الله الوطن الملك. نحن مجندون من وراء أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، حيث هو بغي يعمل بكل جدية وبكل قوة، ولكن أنتم ظالمون، أنتم كذابة، أنتم دجالة، وبغيتوا السحية، ما بغيتوش تخدموا بكل قوة،
خدامين خدمه ديال من ديال يعني كنت باغي تاخذوا الاموال ديال الشعب وتهربوا. فين غتهربوا؟ والله ما عندكم فين تهربوا، والله هربتوا حتى غتبزداو كما تنقولوا بالصيغه ديال الاحياء الشعبيه ديالنا في مدينه فاس، والله هربتوا حتى غادي تشوهوا. لكن الرجل هو الذي يعمل في وطنه بكل جهد وبكل قوة وبكل مصداقية، لأن شنقول لكم هذا يسمى عقلاني، يسمى إنسان طيب، يسمى إنسان خلوق، يسمى هذا هو اللي بغي يخدم البلاد دياله. أما مثل بعض الظالمين يعني اللي كي يعطيوه الفلوس في الانتخابات باش ينجحوا وعندهم حب الكراسي وحب الأموال، فكون على يقين غيدلوا، يعني كل ما طال الليل غيطلع النهار، شحال ما طال الليل غيطلع النهار. ولهذا الرسالة ديالي للمسؤولين الشرفاء وخاصة الناس الطيبين اللي كيعملوا جهد لحامي البلاد من كل فتن ومن كل ظلم، هما اللي كنحييهم من هذا المنبر ديال ريحانة بريس، كنقول لهم العمل ديالكم ان شاء الله مقبول عند رب العالمين. اكثر من هذا الشيء انكم الحمد لله وعلى كل حال انكم حامي للبلاد من الفتنه ومن الحروب، لكن عندنا بعض الناس اللي ما باغينش يخدموا، عندنا بعض الخونه اللي باغين يديروا الفتنه باي طريقه، ما تهمهمش السلم، ما تهمهمش الأمن، اللي تهمهم شنو هو؟ هو الفلوس. اللي كتهمهم شنو هي؟ هي الدرهم. يعني دبر راسو هاد الشعب، اللي بغى يغرق يغرق، ولا اللي بغى يموت يموت، ولا اللي بغى يدمر يدمر، ولا اللي بغى يموت بالجوع يموت بالجوع، ولا اللي بغى يتعرى يتعرى، ولا اللي ما عرف شنو بغى كاع ما عرف شنو، دبر راسو هو اللي كيهمو طبيعة الحال. وحب الدرهم الولاد ديالو الأقارب ديالو لا غير، لكن نحن لكم بالمرصاد أيها الخوانة. بحال اللي كنهضروا على الخونه اللي خارج الوطن وكنقيل كانوا تحارب معاهم وكانوا كيقيلوا كيبغاو يشوهوني، لكن كما قال تعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن طبيعة الحال بغاو يمكروني، لكن الله جابها ليهم، لان كلامي كله على صواب، كله من القلب وكله حب لهذا الوطن لابناء هذا الشعب الطيب الكريم. لكن انتوما كتخليوا الباب والفرغه كيفاش ان هاد الخونه يتكلموا على البلاد باقبح الكلام، ويتكلموا على المسؤولين الشرفاء باقبح الكلام، وانتوما هما السبب البرلمانيين، وانتوما هما السبب رؤساء الجماعه، وانتوما هما السبب المسؤولين الفاشلين اللي ما باغينش يخدموا بكل جديه وبكل قوه هاد البلاد هادي. لكن احنا ديما ضدكم، وكنحيي ريحانة بريس على هاد الجرأة اللي عطات الميكرو لعبد العالي المجاهدي باش يتكلم فيه بكل قوة. انا قليل من الجرائد اللي تخاف تعطيني الميكرو نتكلم، لان عارفين كلامي على صواب اولا وقاصح، لكن الله فوق كل شيء. وكنحييها مجددا، وكنقول لكل جمهور كريم اللي غيشوف هذا الفيديو هذا بان مرحبا بهم في القناه ديال عبد العالي المجاهدي يوتيوب بوز، اللي ولات يتكلم بكل جديه وبكل صدق، ونتمنى نديروا كلنا اليد في اليد ضد الخونه، حتى لو كانت انتخابات جايه ان شاء الله نحاولوا نطلعوا ناس اللي في مستوى، وناس اللي باغين يخدموا
هذا الوطن بجدية، وناس اللي كيبغيو أبناء الوطن وكيبغيو الملك ديالهم بجدية، ماشي بالكذوب، ماشي من أجل الفلوس. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.